السلام عليكم. احنا في المحاضرة دي هنتعلم ازاي اعمل بيلت اب للسين ده، واحط الشجر والماتيريالز والمية والحاجات دي. تمام، فاول حاجة هفتح معايا ريدي ماكس، هرسم بوكس مقاسه 6 سوري 8 في 8 في ارتفاع 6.5. تمام، هبين الادج كريسز بتاعتي واعمل سيجمنت واحد في النص. هعمل ادت بولي وامسك البوليجن اللي في النص ده وارفعه 2.5 متر. بعد كده بمسك البوليجنز هنا دول وابتدي اعمل انسات 0.5 متر، واعمل اكسترود لجوه كمان 0.5 متر عشان ايه يدخل لي الحته دي جوه. بعد كده ببتدي برضو في دول، عايزه اقسم البوليجونز بتاعتي دي عشان ابتدي اعمل اللوفرز وكده، فبفتح سلايس بلين، طبعا بفتح عندي السناب انجل عشان اروتيت بالظبط 90 degrees، واجي مثلا في النص هنا واعمل سلايس، والنص تحت الناحيه التانية واعمل سلايس، وابتدي برضو في دول اعمل انسات بس باي بوليجون عشان ابتدي اعمل البوليونز بتاعتي. بعد كده اعمل برضو اكسترود لجوه عشان اعمل سمك البوليونز بتاعتي، وممكن في الاخر اروح عامله ديتاتش عشان اخد ايه البوليجونز دي كده، تبقى عندي دي الازاز ودول. كمان بيفضل بعد كده ان احنا ناخد المولينز كمان لايه لوحده. لو عملت دول كده ودي سلكت بس كل حاجة تانية، واعمل لدول ديتاتش عشان ايه احنا خدنا هون معانا واحدة غلط. يبقى كده عندي الازاز لوحده، البوليونز لوحدها، والمبنى ايه لوحده. تمام، بعد كده باجي ارسم بلين قدام الموديل، ممكن اعمله مثلا عرضه 30 مثلا، 15 في 12، 30 في 30، 30 مثلا في 20. هم اعمل حاجة اللي هعمل فيها ايه البحيرة او اللي قدام الموديل بتاعي ده. تمام، بقسمها برضو بوليجنز كتير، وباجي لأدت بولي بختار بوليجنز سوفت سيلكشن، وابتدي اكبر الفولوف بتاعي وايه وابتدي انزل اعمل شكل البحيرة ايه بتاعتي. واجي ورا برضو ممكن اجي ارسم بقى بوكس اللي هيبقى عليه المبنى بتاعي يعني. هعمله ممكن align مع ده، ثاني align مع بعض، وعشان برضو حدي مية في المكان هنا فبرسم بوكس وكبره عن البلين بتاعي، وابتدي انزله شوية عشان يبتدي يعمل لي ايه المية اللي في البحيرة بتاعتي. فده كده يعني عملت ايه بيلت اب شويه لايه للسين بتاعي. بعد ما بعمل كده ببتدي اول حاجه بقى ببتدي اخد الكاميرا بتاعتي عشان انا ببتدي ابلت على على اللي انا شايفاه. هبتدي ارسم كاميرا وسط الوش كده، احنا في السين ده
كنا عاملينه الاسبكت ريشيو 0.9 تقريبا، واتاكد ان انا عامله سيف فريمز، وابتدي ايه اظبط الكاميرا بتاعتي هتبقى ايه بص ازاي. ابتدي اظبط الانجل، وببتدي بعد كده قابلت بقى على اللي انا ايه مظبطاه من هنا. تمام، فده انا ده ايه الفيو بتاعي. هبتدي بقى اعمل امبورت للفرنتشر، اعمل امبورت لاي حاجه على السين اللي انا شايفاه ده، واقفل الموديل بتاعي على كده. تمام، اول حاجه باجي عندي على البلين ده عايز احط ديسبليسمنت، فبختار هنا ديسبليس من الديسبليس بتاعي، هنا بختار بيت ماب بتاعتي، بيبقى عندي بيت ماب مثلا بتاع الديسبليس تبقى حاجه ابيض في اسود كده، بصوا تبقى شكلها عامل كده. فانا دلوقتي هختارها تمام، وابتدي اقول له السترينث مثلا نيجاتيف 1. بص ابتدى يعمل لي ايه، بص ابتدى الفورم بتاعي يعمل ايه. فانا مثلا كل ما هزود مثلا هيبتدي الديفورميشن او الديسبليس يونت ده ايه يزيد. فانا دوك هي نيجاتيف 0.8 مثلا او نيجاتيف 1 لو انا عايز اعملها رف قوي، نيجاتيف 1.2 مثلا كده ايه تمام، عشان تبان ان الكونتور طبيعي. عايزه اعمل عايزه ادي نفس الحكايه دي، هاخدها كوبي بس اتاكد ان الموديل بتاعي عنده بوليجنز. نجرب اعمل لها ايه تيست انستنس عشان يبان ان الموديل شكله ايه ديفورمد كده، وده الفيو بتاعي. تمام، هبتدي كمان عايزه اعمل هايد لدول عشان عايزه ابتدي احط بلين للارض بتاعتي هنا. تمام، ممكن اصغره سنه عشان ما يبقاش خابط في الجناب بتاعتي. وبعد كده ممكن طبعا ده مش لازم، ده مش محتاج له البوليجنز دي، فابقى اقلل طبعا عدد السيجمنتس ان انا مش محتاجها، وهاخد واحد كوبي فوق عشان اعمل البلين اللي تحت ده. ممكن اعمله مثلا 0.3 واصغر حجمه مثلا لستة متر او خمسة متر، وايه وابتدي اجيبه ان هو يبقى لازق في اخر الموديل بتاعي. خلينا نخليه مثلا خمسة متر احسن، سوري ستة متر احسن. تمام، فده كده اعتبر ايه عملت شويه في الموديل بتاعي. عايزه بقى ابتدي اعمل ايه، اعمل امبورت لشجر مثلا، امبورت اعمل امبورت لشجر اقفل بيه الموديل. تمام، ده كانت شجر انا حطاها اصلا اوريدي، شيل ادج فيسز. طبعا اول حاجه لما هبتدي احط شجر محتاجة ايه، اول حاجة عندي ان انا اعمل الشجر ده بروكسي، فاعمله سنجل فايل اوتوماتيكلي كريت بروكسي كريت مولتي سب اوبجكت، وادوس اوكي. وببتدي احرك الشجر بتاعي ده، ممكن اظبط البيفت بتاعه ان هو يبقى السنتر عشان وانا بحركه يبقى اسهل. وابتدي اظبط، ابص مثلا في الكاميرا بتاعتي وابتدي اظبط ايه تقفيلة الشجر عندي انا عايزاها ازاي. ممكن بس هنا ابين شو مش وابتدي اقعد ارص الشجر بتاعي ورا، يقفل لي السين زي ما انا ايه
عايزة. طبعا ممكن اجيب كذا نوع شجر تاني، يعني مش لازم نوع الشجرة الواحدة دي، انا بس ده ايه اكزامبل يعني، وانت كل واحد طبعا ايه يختار الشجر، يجيب الشجر اللي هو حابب يستخدمه او يقفل بيه ايه السين بتاعه براحته. نفترض ان احنا قفلنا كده، تمام، ممكن امسح دي خالص وايه خلينا بنوع شجرة واحد، وانتوا ممكن ايه تنوعوا زي هنا مثلا مستخدمة شجر كده قدام وشجر وشجر. تاني حاجة عايزة احطها بعد كده هي الحجر والزرع ده والالواح الخشب ده برضو، يعني انا مظبطاها عندي في فايل جاهز. انت طبعا يعني كل واحد ممكن يعني يبتدي يدور يشوف هو حابب يحط الانفايرمنت والاكسسوارز بتاعة المكان بتاعه يحابب ايه يعني. فانا اهو نزل الشجر. طب ليه الحاجات دي يا ترى الماتيريالز مش باينة عليها؟ عشان انا مش مسيبة الفايل بتاعي فين في نفس المكان. واكستيرير فورست لازم اسيبه في نفس المكان اللي فيه البيت مابس بتاعتي عشان تبتدي تظهر لي على الحاجة. فده لما افتحه اقفله وافتحه هيبتدي بقى ايه يظهر لي الحاجة عليه زي ما انا عايزة. فانا هبتدي اخد بقى الحاجات دي بتاعتي اللي انا حطيتها هنا في الموديل ده، وطبعا هو بيعمل سيف لسه. فاحنا قلنا عشان البيت ماب او الصور تبان لازم يا اما يبقى في نفس الفايل يا اما بعمل ايه كونفيجر يوزر باث عشان اقول له الحاجات دي فين. فهعمل دول جروب مثلا وهاخدهم وابتدي ارصهم على المكان اللي انا عايزاه. حسب طبعا سين الكاميرا بتاعي. بس بحطهم راندم كده وهبتدي اظبط طبعا، اعمل بقى جروب اوبن وابتدي اظبط كل حاجة منهم على حسب اللي انا عايزة احطهم في الموديل عندي. دول مثلا ورق الشجر ده عايزه ابين طبعا اللي انا ماسكاه، ورق الشجر ده كله مثلا لازم يبقى على وش الميه. وكل ده لازم بمسكه واروح عامله له الاين يبقى على وش الميه، وممكن انزله تحت سنه كمان. ابتدي دول مثلا انا بحب اقفل الشوط بتاعتي مثلا بحاجتين، ابتدي ارجعهم ورا امسك دي اقول والله انا هحركها كده شوية والتانية هقفل بيها السين بتاعي من هنا، ممكن اكبر حجمها شوية كده عشان زي بعمل ايه بعمل فورمينج للسين بتاعي او بعمل فريمينج لي بالاوبجكتس بتاعتي. ابتدي اشوف كل حاجة بقى انا عايزة مكانها فين. كان عندنا برضو مركب هنا، مركب هنا ممكن ابتدي احطها. برضو الماركة بتاعتي هعمل لها الاين على الموديل، دخل طبعا المركب لازم حتة منها تبقى غطسة في المية وايه هغطس حتة منها. طيب عايزة ابتدي احط الفرنتشر كمان اللي جوه، فهعمل انا كنت مثلا فرشة في الموديل بتاعي، كنت فرشة عاملة اوضة نوم فوق وتحت مطبخ وداينينج. كل واحد بقى ممكن ايه يبتدي يفرش الحاجة بتاعته زي ما هو حابب. الفرنتشر بتاعي
انا دايما بحب الانتيرير يبقى كل واحد عامله بفرشه بمزاجه عشان يبقى المشاريع مختلفة ايه عن بعض يعني. وانا هحاول اوفر لكم برضو المودلز بتاعت، يعني هنوفر لكم المودلز بتاعت الشجر والمودلز بتاعت حبة من حبة شجر وايه والحاجات دي، نوفر لكم اللي نقدر عليه بالمودلز عشان تستخدموها عندكم في الصين. بس انا بحب دايما ان المودلز دي تبقى كل واحد يختارها على ذوقه عشان تطلع كل شط مختلفة عن ايه عن غيرها يعني. فده كده اهو نزلنا العفش، هعمل انجروب ابتدي مثلا حاجات الفرش اللي انا كنت حاطاه في الاوضه. اخده جروب ترجمة. اظبطه واعمل له برضو طبعا الاين على الارض. ابتدي اجيب الفرش بتاع تحت، هتبقى اطول شوية من البيت. تمام، فكده انا عملت ايه بيلدينج للسين بتاعي. بدأت اعمل كمان، نعمل امبورت لحبة شجر كمان. واقفل السين بتاعي من قدام شوية، واحنا يعني المفروض نبقى ايه ادق اكتر واحنا بنحط الشجر، بس مش عايزه اللي يبان ان السين بتاعي فاضي. تمام، هبتدي بقى عايزه عندي ابتدي احط الماتيريالز واظبط اللايت. مثلا اول حاجه ممكن نعمل ماتيريال للازاز، فماتيريال الإزاز بعمل الدفيوز اسود في ريفلكشن، وبعمل الريفراكت ناحية الأبيض. حط الإزاز، فده ماتيريال الإزاز. طيب عندي ايه كمان؟ عندي ماتيريال المتل الاسود اللي هو المولينز بتاعت الازاز، برضه هتبقى جري غامق قوي في ريفلكشن. اشيل الفرسنل عشان يعملوا متل، والجنوس ديس ممكن اعملها ايه 0.75، ممكن اطمئه كمان سن وامسكه واعمل اصعيد. طيب عندي ماتيريال كمان، البلاتفورم اللي في النص ده انا هديله ماتيريال مثلا بيضة كده،
او ممكن فيش فاتح في حبة reflections او ايه، هعمل له قصان. طيب ايه كمان عندي؟ ماتيريال الخشب بتاعة المبنى نفسه والأرضية اللي تحت. هنا بقى ببتدي أجيب بيت ماب الخشب اللي هستخدمها اللي هي دي، وأعمل لها دراج عندي عشان أعمل لها دراج تاني. معلش فانا الماتيريال كنت عايزاه اغمق شويه، فابتديت نستخدم ايه كولر كوركشن، اوصلها بالكولر كوركشن. بالكولر كوركشن تحت ابتديت انزل الساتيريشن بتاعها والجمر، واخد نفس الماتيريال احطها في البمب. ممكن اخد بقى الاصلية احطها في البمب، يبتدي عايز طبعا فيه ريفلكشن، الريفلكشن بتاعي ممسوح. ممكن ابتدي ازود البمب شوية عشان لو عايزاها حاجة رف، وابتدي ايه امسك الموديل بتاعي والارض واصاين ماتيريال واشو واعمل عليها يو بي دبليو ماب. بعد كده عندي ماتيريال الميه، ماتيريال الميه ببتدي بعمل في راي ماتيريال. احنا قلنا ماتيريال الواي بتبقى عبارة عن ماتيريال ازاز، فماتيريال الازاز الديفيوز عندي اسود، الريفراكشن في ريفلكشن طبعا، وفي الريفراكشن ببتدي اديها لون ازرق فاتح قوي كده على حسب طبعا درجة اللون المية اللي انا عايزاه. وممكن لو انا عايزاها من غير موج هسيبها كده، لو انا عايزه فيها موج خفيف او كده ببتدي اعمل ايه نويز، واحط النويز ده في البامب بتاعي. طيب باقي لي ماتيريال الايه الارض بتاعتي، ودي برضو هعملها فيري ماتيريال. هدور على صورة مثلا أرض كده، وأعمل لها الديفيوز البمب وشوت، وأعمل لهم إيه طبعا يو في دبليو ماب بوكس عشان اظبط المابنج بتاعه. بنيجي برضو ساعات في الظهر كده وابتدي اعمل بلين، واوقف البلين ده بنحط عليه الباك جراوند. البلين ده برضو بديله بند، وابتدي ادي على البلين ده ممكن في لي ماتيريالز او في لي لايت ماتيريال ايه خفيف. اختار مثلا شكل الباك جراوند بتاعي مثلا حاجه كده،
تمام، ايه تقفل لي السين بتاعه. طيب عايزة ابتدي ابص على الكاميرا، الكاميرا وسيتنجز الكاميرا بسيبهم زي ما هما، ممكن مثلا الشاتر سبيد بس اخليه 180، الوايت بالانس زي ما هو او نيوترال، واعمل اوتوماتيك فيرتيكال تلت وهوريزونتال تلت، باقي الحاجات كلها بتفضل ايه زي ما هي. طب عايزة اجي احط شمس، ابتدي احط بقى اظبط الانفايت، احط شمس، احط بي ري سكاي، وابتدي ايه بحب دايما اجيبها بزاوية شوية عشان تدي ايه شادو كويس. طيب انا الانفايرمنت بتاعي هينور من ايه، هينور من في ري اتش دي ار اي، فبعمل ايه بفتح الانفايرمنت بتاعي اقول له بقى انا مش عايزة لا في ري سكاي، انا عايزة في ري اتش دي ار اي، وافتح الماتيريالز انستنس عشان ابتدي احط بقى ايه ال HDRI map بتاعتي هنا، ابتدي الود الماب بتاعتي HDR map، اعملها spherical واحط دوم، والدوم دي اروح حاطه ايه الماب دي بتاعتها عليها. ساعات باجي اعلي المالتيبلاير بتاعت ايه الدوم بتاعتي. طيب كده احنا حطينا الماتيريالز وحطينا الشجر وكل حاجه ظبطت، ناقص بقى اظبط ايه البريسيت بتاعتي، افتح الرندر سيت اب بتاعي، بفتح الرندر سيت اب بتاعي، اعلي بقى الويدث بتاعي ده ممكن مثلا 3000، الفي راي هنا بقول له لا انا عايزه باكت، النويز 0.005، الباكت ويدث 24، ومعنديش حاجه في الفايل كولر مابينج بخليه اتش اس في اكسبوننشال، الجي اي الريدينس ماب ولايت كاش الريدينس ماب ميديوم 70 50، واللايت كاش اخلي السب ديفايدز 1300، في السيتنجز بتاعتي هنا اتاكد ان انا عامله تيك على يوز امبري وده زيرو، ابتدي احط الرندر اليمنتس بتاعتي، فيري اكسترا تكستشر اتموسفير باك جراوند فيري ريفلكشن فيري ريفلكشن فيري رندر اي دي واير كولر، تمام، وابتدي اقف الكاميرا بتاعتي واعمل رندر واشوف الدنيا ايه تظبط ازاي. يبتدي يعمل لي بيلتنج اب لللايت كاش، طبعا ممكن نغيرها شوية لون المية، لكن ايه باقي الحاجات مظبوطة. ممكن نقعد برضو ايه يبقى لكم الموديل هنا تحسوه طاير شوية، فالموديل محتاج ينزل، الايه البامب بتاعي هنا عالي، فببتدي اظبط الكلام ده، وبعد كده ايه اعمل لها سيف واطلعها على ايه على فوتوشوب. اول حاجه مثلا هبتدي اظبطها البامب بتاعي هنا، هبتدي امسك النويز ده واعمل التايلنج بتاعه اصغر شويه، وبرده اللون كان فاتح قوي، ابتدي بفتحه اكتر، طلعت الموديل بتاعي شوية، الحتة دي مثلا كانت باينة انها طايرة، فممكن ابتدي اكبرها، انزلها لتحت شوية، نفس الحكاية هنا عايز تنزل، ب
بس تقريبا باقي كل يعني ايه كل الحاجة زي ما هي. محتاجة بقى ان احنا ايه نبتدي نتعمل لها رندر فاينل ونفتحها ايه على فوتوشوب. لما عملت رندر ده بقى الرندر اللي طلع لي ما عدا الديفيوز دول بقى اللي هم ايه رندر اليمنتس، ده الاكسترا تكستر، الرو لايتنج، الرو ريفلكشن، الريفلكشن بس، الريفلكشن، الرندر اي دي، الواير كولر، والزي دبس. ببتدي بقى اخد الصورة بتاعتي على فوتوشوب، انا ممكن احط عليها ريفراكشن وريفلكشن بس، بحط الاثنين على سكرين نص فرق الريفراكشن، ممكن برضو اقللها شوية والريفلكشن. الريفراكشن بيبين لي اللي ورا الازاز، والريفراكشن هيوريني ايه الريفلكشن اللي على الازاز بتاعي. تمام، ممكن استخدم بقى اي حاجه من الرندر اليمنتس دول، الاكسترا تكستشر مثلا بنستخدمها، استخدمها بعمل لها مالتي بلاي، بصوا بتفرق ايه في الشادوز بتاعه الحاجات. مثلا اخليها بس ايه 25، تفرق تعمل فورمينج شوية لأي حاجة فيها ايه كونكشنز بين حاجات بتاعتي. ممكن عندي كمان استخدم ايه، ابتدي اجيب بقى مثلا من على النت مثلا واجيب ديرت ماب، بي ان جي مثلا، نفترض مثلا هجيب حاجة كده سيبنا دي، ابتدي اجيب الديرت ماب بتاعتي، ممكن ابتدي ازود ايه افكت عند الحاجة دي يعني ايه تتماشى مع الايه الموديل بتاعي. اي بقى نوع ديرت ماب، بعد كده بعمل كنترول الت شيفت اي عشان اجمع الصورة دي كلها في حاجة واحدة، واعمل فلتر كاميرا رو فلتر، اديها مثلا تبقى ورم شوية، احب ادي لون بيربل شوية، ممكن اعلي اكسبوجر الصورة وازود الكونتراست، اعلي الهايلايتس بتاعتي والشادوز، اطلع في الوايت بلاك كلاريتي، واديها شاربنج. بس طبعا الكاميرا رو فلتر بايه بيفرق في الصورة بطريقة يعني فظيعة. ساعات برضو بحب بعد كده بقى اروح حاطه كلر لوك اب، ابتدي اجرب مثلا ده عجبني مثلا بس ايه اصفر قوي، اروح مدياه نسبة 20%، بيدي كونتراست شوية. دول زي ما قلنا زي فلترز على ايه على فوتوشوب. ده مثلا كويس كمان، ببتدي بقى اقعد اعمل ميكس من كذا كادر لوك اب لحد ما اوصل لحاجة بقى انا عجباني في الاخر. وايه وكده نعتبر خلصنا الموديل كله الرندرينج وايه وموديلينج بتاعه كله.